وختام هذه الحلقة المحور الأخير مع الزميل رضوان مرتضى وآخر المستجدات بالنسبة لتحقيقات المرفأ. مساء الخير رضوان. مساء النور جورج. تعودنا نكون باستوديو نحن وياك، هالمرة مش باستوديو. بختام هالحلقة بدنا نحكي عن تفجيرات، عن تفجير المرفأ، عن آخر التحقيقات والمستجدات، ولكن قبل بدي أبدأ معك من سجن رومية. شو آخر التطورات بسجن رومية؟ شو رح بيصير بعد انتهاء المهلة المعطاة من قبل السجناء للسلطة غدا الاثنين؟ بداية ما يجري في سجن رومي حرج لأقصى الحدود. في عندك مئات السجناء في حالة هلع عايشين على اعتبار أنه في فيروس قاتل عم ينتشر بصفوف السجناء. اليوم تسجل عدد الإصابات لهلأ هو 286 إصابة بقلب سجن رومي بمبنى بالمبنى ب أو مبنى المحكومين، وفي 6 إصابات هول إصابات هني حالتهم حرجة توزعوا على المستشفيات. المشكلة الأكبر هي مشكلة الدولة بالتعاطي مع هذه القضية. يعني بداية وقت لطرح العفو العام لتخفيف الاكتظاظ أسقط لأسباب سياسية الكل تقريبا صار يعرفها، ولكن الحلول التي أوجدت لحل أزمة الاكتظاظ نامت، وحاليا في أزمة كورونا، وهذا الفيروس يرتقب أنه خلال أيام أنه يصير موجود عند كل السجناء، يعني لأنه حالات العزل اللي عم بتصير ما عم بتكون كافية. اثنين، حتى القضاء فيما يجري وزارة العدل مقصرين جدا. وزيرة العدل بتكب الطابة بتقول أنه أنا مش عندي الموضوع على اعتبار أنه العفو الخاص عن رئيس الجمهورية والعفو العام عن مجلس النيابي ونحن شو بنقدر نعمل، بينما حقيقة القضاء هو المقصر الأول على اعتبار تأخير أمد المحاكمات، هو من تسبب بهذا الاكتظاظ أولا. ثانيا، القانون المشرع عندما فرض على القاضي أن يزور شهريا السجن كان يريد من وراء ذلك أن يشعر القاضي بالشعور الذي يشعر به السجين، أنه هو وقت يرسل السجين لوين يعرف هو هيدا وين قاعد. هلأ القضاة ما عم يزوروا السجن رومي، شو الأسباب؟ على اعتبار أنه في كورونا، ولكن عم يرفضوا إخلاءات السبيل اللي عم تقدم بالمئات. ليه؟ لأنه ما حدا بيفهم ليه، لأنه هني ما حدا، لأنه هو مش أولادهم والدولة ما سألني عنهم، ويموتوا حدهم 60 جهنم، مين رح يبكي عليهم أو مين رح يعرف فيهم غير أهليهم؟ فاللي عم بصير برومي إذا ما وجد حل حقيقي للأزمة اللي موجودة لهونيك، نحكى عن سوار إلكتروني نام هيدا الملف، نحكى عن أكثر من حل كلياته بقي حل نظري. المصادر كلياتها وأجواء السجناء بترجح أنه نحن رايحين لصدام دموي بين السجناء والقوى الأمنية بحال لم يحل أو لم يوجد حل حقيقي لما يحصل في رومي. بس هي فعلا المهلة تنتهي غدا، بس أنه الحل الحقيقي عم بتقول أنه رايحين لصدام دموي إذا ما صار في حل حقيقي، بس الحل الحقيقي كيف بده يصير بهالسرعة؟ يعني الوضع عم بيتطور بخطورة، إذا عم تقول 286 إصابة وما بنعرف قديش فيه، يعني إذا هلأ بنعمل فحوصات يمكن بيطلع أكثر لأنه الاكتظاظ كبير، فالحل السريع هل متاح؟ جورج، هو لا الحل السريع ولا الحل البطيء موجود، لأنه إذا بنرجع نتذكر لورا نبلش نحكي بملف بالتخوف من وصول فيروس كورونا إلى سجن رومي من شهر شباط، نحن هلأ بشهر أيلول، يعني قطع 7 شهور والدولة ما عملت شيء، الدولة نايمة. ففعليا اللي ما عمل شيء خلال سنة وسنوات قطعت أكيد ما رح يعمل شيء خلال فترة أسابيع أو أيام قليلة. فكرمال هيك اللي بنعمله نحن كأعلام، أول شيء بنيجي بنوصل صوتهم لهول السجناء اللي عم بدقونا بالعشرات، واثنين بندق ناقوس الخطر، علوا شيء قاضي أو شيء وزير أو شيء مسؤول بيكون جريء وبيكون على قدر المسؤولية وبيتعاطى مع هؤلاء السجناء أنه هن أولادهم، وفعلا بيلاقي لهم حل حتى يخفف. اليوم انعرض تقرير بنشرة الأخبار، هذا التقرير بفرجي عشرات السجناء كيف نايمين كعب وراس، لا في عزل، لا في وقاية، ولا معروف مين المصاب من غير المصاب. يعني فعلا وضع كارثي، وضع كارثي بشكل كبير. بدي انتقل معك رضوان لموضوع انفجار المرفأ. بجديد التحقيقات أو بمجريات التحقيق، هل المحقق العدلي
استمع إلى كل المشتبه بهم أو المسؤولين أو المتورطين ما بعرف شو بدنا نسميهم بهذه القضية؟ جورج، المضحك المبكي بهذه القضية أنه كلنا وقت اللي صارت هيدا القضية هذا التفجير رغم المأساة اللي خلفها على اللبنانيين استبشرنا خيرا، على وعسى هذا الملف يكون نقطة تحول لبناء قضاء جديد، لبناء دولة جديدة من هذا الدمار الذي حصل ومن دماء الشهداء التي سقطت. ولكن اللي بيراقب هذا الملف بيلاقي أنه المحقق العدلي اليوم هو بطيء جدا. المحقق العدلي لليوم ما استمع لوزراء العدل السابقين، استمع فقط لوزيرة العدل الحالية، لم يستمع إلى وزراء المال، لم يستمع إلى قائد الجيش لا السابق ولا الحالي. في كثير من الأسماء اللي ادعى عليها القضاء من حوالي شهر لهلأ ما استمع للمحقق العدلي. والأنكى من هيك أنه هذا المحقق العدلي بيعطل جمعة سبت أحد، يعني بيشتغل من الاثنين للخميس وبيعطل جمعة سبت أحد. وهذا الملف يسير ببطء شديد على المحقق العدلي، على الجسم القضائي، على كل المسؤولين، على لجنة التحقيق المشرفة، اللجنة اللي ألفت هيدي اللجنة الوزارية تطلع تقول أقله بعد 40 يوم على هذا التفسير، تقول للرأي العام، تقول لكل اللبنانيين ما أسباب هذا الانفجار، شو المعطيات الأولية اللي توصل للتحقيق وحدد أسباب هذا الانفجار. هذه أولا. نعم. ثانيا يرتقب أنه خلال هذا الأسبوع يتم الاستماع للأسماء اللي أنا حكيت فيها. ولكن استمع حضرة المحقق العدلي لعدد من الوزراء خلال الأسبوع الماضي، ما عرفنا شو مصير هذا الاستماع، ما عرفنا ادعى أم لم يدعي، استمع لألون على سبيل الشهادة ولا لا، شو صلاحيته بهذا الملف. حتى استمع لمحمود الأسمر، للواء محمود الأسمر من مجلس الدفاع الأعلى، لا يسألوا لماذا أسقط مادة نترات عن بند الاجتماع من جدول أعمال مجلس الدفاع الأعلى. طيب وشو نعرف يعني؟ هل في معطيات حول تفاصيل هذه التحقيقات يما لا؟ ليك هو ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها، ولكن المعطيات هي بعدها مثل كل اللبنانيين بيعرفوها، اللي هي انه الى الان اسباب الحريق هي الاهمال، اسباب الحريق هو التلحيم الذي قام به الحدادين، هو الحدادين هن تسببوا بالحريق بشكل او باخر، بعد ما في شرح توضيحي بفرجي انه فعلا كيف استعالت النار. اثنين، هذا الحريق هو ما ادى الى هذا الانفجار، ولكن إلى الآن لم يستلم المحقق العدلي نتائج التحقيقات التي أجراها المحققين الغربيين، يعني المحققين الفرنسيين اللي أجوا من بداية التحقيق اللي هن 32 واحد على ما أذكر، أو شاركوا بهذا التحقيق تقنيا على اعتبار أنه هن عندهم تجارب بعدد من التفجيرات، ومن بيناتهم تفجير تولوز اللي صاير بال 2001. إلى اليوم لم يسلموا التحقيقات إلى القضاء اللبناني، وهني وقت اللي طلعوا اللي غادروا من لبنان من حوالي أقل من أسبوع قالوا أنه هني بحاجة لشهرين لإنجاز هذا التحقيق التقني. نعم رضوان، قبل ما أتابع معك الحديث حول موضوع التحقيقات، وصلني هلأ من وزير الداخلية العميد محمد فهمي أنه تم إجراء 843 فحص، طلع منهم 286 إيجابي في كل السجون، وستة أدخلوا إلى المستشفيات ولا يزالون، أربعة بمستشفى ظهر الباشق واثنين بمستشفى الياس الهراوي الحكومي، والوضع لحد الآن تحت السيطرة لغاية الآن، يعني الوضع لغاية الآن تحت السيطرة، وباقي المصابين يلي ما أدخلوا إلى المستشفى هن بالحجر حسب ما عم بيقول الوزير فهمي بهذه الرسالة اللي بعت لي إياها. برجع لتابع معك بالنسبة لجديد التحقيقات، يعني الجديد يلي استعرضت لنا إياه، هل ممكن أنه نضيف بس شيء؟ قبل ما أضيف لك بما يتعلق بالتحقيقات، في مسألة أنه الوزير أكد على ما قلته اللي هني 286 إصابة، ولكن إدارة السجن وكل الإجراءات اللي ممكن تتخذ من قبل العناصر الأمنية المكلفة حماية هؤلاء السجناء، اصلا هن العناصر الامنيه هن معرضين مثلهم مثل السجناء
لوباء ولعدوى فيروس كورونا، ولكن المسؤولية الكبرى اللي نحن عم نطالب فيها هي مسؤولية القضاء، على القضاء أن يتحرك، لأنه القضاء لحد هلأ كل أدائه هو تقصير، تحديدا بما يتعلق بملف السجناء من أيام الموقوفين الإسلاميين إلى اليوم. وفكرة حتى اللي عم بصير هلأ، صحيح في عدد من السجناء عم يعتبروا أنه هيدي فرصة لألهم، لأنه ممكن يحققوا العفو العام، أو ممكن عم بيراهنوا على هالشيء سجناء كبار السن أنه ما يطلعوا من عندهم أو يروحوا، عم بيخلون عندهم، لأنه بحال أنه إذا صار في ضحايا وإذا انتشر الفيروس أكثر ممكن يكون هيدا فرصة لألهم لحتى يطلعوا من الأزمة اللي فيها، بس أنه هني عم يهربوا من الموت بالموت، يعني بالمشهد اللي عم بصير. فمن وزير الداخلية لا وزيرة العدل لا مدعم التمييز، لكل المسؤولين بهذا الملف، لا رئيس الجمهورية اللي هو إلى اليوم لا يزال يرفض العفو الخاص، لا مجلس النيابة اللي أسقط قرار هذا العفو، عليهم ولو لمرة واحدة أن يتحملوا مسؤولية ألاف العائلات اللي موجودة بسجن رومي وبسجناء باقي لبنان. بكل حال يعني ما هيدي يعني بما يتعلق بسجن رومي، يعني ولكن بما قبل ما يتعلق عم بقول لك الوزير فهمي أنه معك كل الحق. شكرا. كفي لي على بشق التحقيقات، لأنه صرنا بما يتعلق صير 12 نص بملف التحقيقات اللي عم بصير. طيب خلص ما سكرنا. لا ما سكرنا، بدنا نكفي، لأن بعد بدي أسألك إنه بعتوا وراك على التحقيق، بدنا نشوف شو صار معك. ليك بالتحقيقات اللي عم بتصير هي المشكل انه اول شيء نحن وقت اللي اجي قررنا انه نعمل حلقه خاصه اسبوعيه، نحن قررنا لحتى تكون هيدي الحلقه اللي عم تنعمل هي بمثابه رقيب على عمل القضاء، لانه هذا القاضي فادي صواي من وقت اللي استلم هذا الملف قلنا انه هو مشهود له بنزاهته، ولكن بيخاف من ضعف ركابه انه هو مشط حاله بهذا الملف ويخاف انه يمشي فيه للاخر. اللي انا عم شوفه هلا بمسار هذا الملف وببطء هذا الملف عم يتميع، لانه مثل ما العزا هو 3 ايام وبعدين كل واحد بينسى وبتقطع الامور، وكانه هيك عم بيصير، صار قاطع 40 يوم وفي كل الناس راحت على كملت حياتها وكان شيئا لم يكن. لا، نحن عم نعمل هذا الشيء لحتى نذكر انه لا، انت يا حضره القاضي ما عم بتقوم بعملك صح، انت يا حضره القاضي مطلوب منك من اللبنانيين كلهم تطلع تقول لهم شو خلاصه التحقيق الاول اللي انت عملتها وشو سبب هذا الحريق اللي تسبب هناك ببيروت. هيدي واحدة. اثنين، بدنا نشوف هذا الأسبوع هل رح يجي وزير المال، هل رح يستدعي قائد الجيش، هل رح يستدعي وزراء العدل السابقين، ماذا عن القضاة، يعني هو استمع للقاضي جاد معلوف، ماذا عن هيئة القضايا اللي هي تلكأت ولم تستجب لكل الطلبات التي أرسلت إليها لإعادة تصدير هذه المواد أو بيعها بالمزاد العلني، هول هني مسؤولين قدام الرأي العام. بما يتعلق باستدعاء الى التحقيق، تلقيت اتصال من المباحث الجنائيه المركزيه، هو يعني لحظه رضوان، الاستدعاء مرتبط يعني بتحقيق فتح، يعني استدعائك من قبل المباحث الجنائيه المركزيه كان بجرم تسريب تحقيقات سريه، ما هيك؟ اللي صار هو في دعوة أقامتها نقابة المحامين أو كتاب بعتته للنيابة العامة التمييزية لكشف مسربي التحقيقات، سواء هن قضاة أو أجهزة أمنية أو كل من له علاقة بتسريب هذه التحقيقات. وقت أنا استدعيت لسؤالي عن المعلومات والتحقيقات اللي كنت عم بنشرها أنه شو مصدرها، أنا رفضت أني أنزل على المباحث الجنائية المركزية على اعتبار قلت لهم أنا صحافي وحكم أمام محكمة المطبوعات وأنا لا أمثل إلا أمام قاضي بهذا الموضوع. ومن بعدها تلقيت اتصال من نقيب المحامين اللي قال لي أنه نحن مش هدفنا قمع الحريات، لا، نحن عم نلاحق المسرب سواء كانوا قضاة أو سواء كانوا أجهزة أو سواء كانوا طرف ثالث. هيدا اللي أنا كنت بدي استوضحه منك، أنه نقابة المحامين كانت رافعة الدعوة عليك ولا لا، هو يعني هدفهم أنت ولا هدفهم يعرفوا مين اللي عم بيسرب، يعني هون النقطة. لك هني حسب ما أبلغني نائب المحامين أنه لا، هدفهم هني يعرفوا مين اللي سرب، بس أنه بعتقد أنه هي جزء من العراضة الإعلامية. يعني برأيك أنت هل يعقل أنه في صحافي يجي يخبر مين مصدره بأي تسريب قضائي، أو هل يعقل يعطونا شيء ملف بتاريخ الجمهورية أنه يجي صحافي يجي يفضح مصدره
ويقضي على كل مصداقيه له وقت يجي يشوف مصدر انه سرب له، او اقل يجي مسرب يقول انا اللي سربت، يعني مش رح تصير هيدي. بس هلا شو بيصير؟ يعني انت رفضت انك تمثل امام المباحث الجنائيه، قلت انك بتمثل امام الجهه التي لها علاقه بعملك كصحافي. بعدين شو رح بيصير بهالملف؟ صحيح. الضابط اللي تواصل معي قال لي رح نراجع النائب العام ونرجع نبلغك، وطلب مني انه شو الكلمه اللي استخدمها، استضاح الهويه والعنوان وهيدي التفاصيل، اعطيته اياهم وما رجع رجع لي. يفترض تكمل بكل مثل كل الملفات السابقه اللي هي انه بيرجعوا ببلغوني بجلسه عند القاضي لحتى انزل عند القاضي ويسالني نفس الاسئله انه منين جبت المصادر، انا قال له مصدر سري، وترجع تكمل بهذه الطريقه. طيب اذا بدي ارجع على موضوع مسار التحقيق، يعني بس هي القضيه، هلا القضيه عندنا فادي صوان. ما القضيه، يعني القضيه عندنا بدي ضلني انا اقول اسم القاضي فادي صوان، هو انه هذا المحقق العدلي اللي هو بخاف من الاعلام، هذا المحقق العدلي اللي بخاف من ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي، هذا المحقق العدلي اللي هو يمثل اعلى محكمه جزائيه بالدوله اللبنانيه، وهو خاف وقت اللي كم واحد طلعوا كتبوا على تويتر وكم صحافي حكي عن موضوع وتراجع عن قرار كان اخده بين ليلة وضحاها، بلغ انه كان بده ينقلوا المسؤولين الثلاثة عن هذا التفجير اللي هن حسن قريتم، بدري ظاهر وعبد الحفيظ الايسي. صحيح. هلا المعطى الاضافي بهذا الملف انه المراسيم الثلاثة هو انبعت مرسوم لا عند رئيس الجمهورية، هو مرسوم اعفاء بدري ظاهر من منصبه كمدير عام الجمارك، رفض توقيعه رئيس الجمهورية بعد ما توقع من قبل وزير المال ومن قبل رئيس الحكومة، وقال انه بالحد الادنى يكون في عداله انه تنبعت كل المراسيم، ومو حق بهذا الجانب. ولكن هلا المراسيم الثلاثه صارت بعهده رئيس الجمهوريه، مرسوم عبد الحفيظ الايسي، مرسوم اعفاء حسن قريتم اللي هو رئيس مصلحه استثمار المرفأ، ومرسوم بدري ظاهر، ومرسوم اعفاء بدري ظاهر مدير عام الجمارك. صحيح. فهل سيوقع رئيس الجمهوريه ولا لا؟ كمان هيدي الاجابه برهن بالساعات اللي جايه، وهذا الاسبوع بده يبين معنا كيف مسار هذا التحقيق وشو اللي رح يتغير بأدائه للمحقق العدلي وشو هي الحقيقة اللي اللبنانيين ناطرينها. ووعدوا لحد هلأ المحقق العدلي ما تكرم على الناس أو طلع خبرهم أنه شو ملخص هذا التحقيق، أو أقله يتكلف ناطق إعلامي أو شيء مسؤول ويقول للبنانيين شو أسباب هذا الحريق اللي نكب بيروت. بدي أرجع لنقطة أساسية معك بالختام رضوان، إلى علاقة اللي حكيته أنت، أنه عادة أنه ثلاثة أيام بيكون العزاء وبعدنا كل واحد بيمشي بطريقه، وكأنه نحن بذكرى الأربعين بلشت القضية تخفت. هل في خوف أنه كمان يتميع الموضوع ونوصل لمطرح أنه يصير ملف وعم بيروح من مطرح لمطرح لمطرح بدون ما نوصل للحقيقة الكاملة؟ هذا الخوف الأكبر، وهيدي الصرخه اللي نحن عم نطلقها، انه حسب ما رايح الملف هلا مبين انه اخر شيء رح يطلع الحق على كم واحد، او رح يطلع الحق على الحدادين اللي لحموا، وبتنتهي كان شيئا لم يكن، وكل الفساد اللي كان موجود بقلب المرفأ وكل الاهمال اللي بيتحملوه المسؤولين عن بقاء قنبله موقوته من 2013 الى اليوم هو ما لهم علاقه، وبكون في اهمال بسيط وحتى بالكاد يذكر، والوزراء المسؤولين اللي استدعيوا وهيك كشهود وقطعت، وبينطلع بيقول لك بيطلع بيقول لك فادي صوان بيقول لك انه انا لا صلاحيه لي بمحاكمه الوزراء والرؤساء، وبتخلص عند كم واحد وبتطلع اخر شيء بهالحدادين وهالكم ضابط وكم هيك. في مشكله ثانيه لها علاقه بالمحقق العدلي جورج. المحقق العدلي ببطئه بهذا التحقيق هو يتحمل ظلم يلقي بكاهله على عدد من الموقوفين اللي هن لا علاقة لهم، اللي هن بيتبين من كل مسار التحقيق انه هي ما في مسؤولية لا مباشرة ولا غير مباشرة على عملهم، وهن اكثر من 6 أو 7 اشخاص، وبذكر هم من بيناتهم ضباط الامن العام بهذا الملف اولا، بذكر من بيناتهم المدققة الفنية المهندسة نايلة الحاج، بذكر من بيناتهم سامر رعب، يعني في عدة اسماء، هيدي الاسماء انه الأمد القانوني لتوقيفها انقضى، فبأي سند قانوني المحقق العدلي عم بيكمل توقيفها؟ شو الجرم اللي هي ارتكبته؟
هو بالنسبة للبنانيين هني مشاركين بسفك دماء، هو كل ما ضل أي يوم إضافي وغيرهم كثار أنا ما ذكرتهم يعني. نعم ما هلأ مش على بالي، ولكن هو بنظر اللبنانيين هني مشاركين بسفك دماء، فأنت كيف بترضاها يا حضرة المحقق العدلي أنه تترك ناس مظلومين بقلب السجن؟ إذا هني إلهم علاقة خلص يتم الادعاء عليهم وينقال أنه هني متورطين، وإذا ما إلهم علاقة يطلعوا من الحبس ويتوافع على إخلاء السبيل، لأنه حتى هيدا إخلاء السبيل هو مثله مثل كتار إخلاءات سبيل القضاة يرفضون البت فيها. في أشخاص موقوفين قالوا سنة وسنتين بعدهم ما نزلوا لمحاكمات لأنه كان في مشاكل بسوء الموقوفين. كل السيستم هو مربوط ببعضه يعني. أنت عندك رومي هو نموذج لكل ما يجري في لبنان، وكان عندك نموذج ثاني اللي هو البور والفساد اللي موجود فيه وكيف تقاسم الحصص، وهلأ نفس الشيء بما يتعلق بالقضاء أنه بتيجي أنت بتوقف مثل ما ببداية تعيين المحقق العدلي كان يشترط أنه يكون المحقق العدلي مسيحي على اعتبار أغلب الضحايا مسيحيين. هلأ نفس الشيء ما نشوف كيف الموقوفين ونعدهم وفق قاعدة 6 و6 مكرر. رضوان مرتضى شكرا لك على هذه المعطيات وهذه المعلومات.